انا عبد الرحمن واضح انه تقليد خلنا رويك شلون. معكم اخوكم عبد الرحمن واليوم عندنا مقطع جديد واليوم بنجرب الاشياء الاصليه ضد الاشياء من ماركه ثانيه. خلنا نبتدي. دخله وايد ناريه ما يقدروا يستحملون. ناس ما تعرفون اليوم عندنا حلقه جديده من تجربه المنتجات المعروفه ضد الغير معروفه. ما بقول تقليد لا لان في النهايه منتجات ثانيه فعشر اشياء لازم نعرف شنو الاصلي شنو لا. سوينا جزء قبلي هالمره عندنا 10 منتجات مختلفه كليا. ممكن تحس بتعرف الاشياء المعروفه ولا ما يفرق الطعم عندك؟ بالنسبه لي احس في العصاير ممكن اي صار مشروبات بقدر وبقوه اني افرق بينهم للابد. ما بروح اشتري اللي يغطي العين لان عندي البي ار المو مشبوكه بشيء. تبي نعرف من يبتدي اول ولا انت تصير مباشره؟ لا 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 حجر ورقم قص. لا لا حجر ورقم قص اوكي. يعني ما قعدتنا يعني يعني انت تغطي عينك. زين انا اغطي عيني. عندنا يا جماعه برينجلز الحار وايضا عندنا الشيبس تازمانيا او تشيبس تاز. بعد المفروض نكهه الحار الحار هوت اند سبايسي. هوت اند سبايسي بالضبط نفس الشيء. والله اذا انت تعرف برينجلز قبل كنت يعني شبه كل اسبوعين طلعت الشباب ناكل سبرينجلز خصوصا الحار نوع فيمكن اعرف. اعطني لازم تعرف اي واحد هاي واحد هاي يعني ها. I guess I didn't forget. لا 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 ما نسيت ما نسيت. اوكي بالشم اتوقع هاي برينجلز وبنجرب. اوكي خليني اجرب الثاني. طعم برينجلز كانه مختلف مره. يمكن اصوات عيني يمكن. واو نفس الطعم. وات بالضبط. انا بمشي على حاسه الشم بقول الاول برينجلز. خلاص جاوبنا هاي صح. واو انا دورك. مور سنيكيز فور مي. المهم اني جبتها صح. اوكي سيدي على طول بعطيك المشروبات انا ما اعرفها. فهذه المفروض يعرفها سبوكي اللي هي جبت لك نوعين من الغازيات. لعبتي نوعين تقريبا نفس الشكل نفس كل شيء. هاي المعروف ما يعني اوكي اوكي دقيقه هو ما شنو عشان اقول لك هاي اصله ولا لا. شنو ما سيترس كولا. كولا كولا ها انت حافظ اهم شيء؟ اي انا حافظ. اوكي هذا اول كولا. زين عادي ترفع لان احس من الشكل ما بتعرف. واو زين الشيبس خرب عليه الطعم. اوه اعذار من الحين. هاي ثاني واحد. زين افتح النظاره ما ليش لابسها دم ردي. وات وات زين انا الحين بخمن بس بقول لك اول شيء من احلى. عندنا اول شيء كوكا كولا وسبورت كولا. قول لي اي واحد احلى الاول ولا الثاني؟ هذا وايد احلى الاول. حلو زين الحين خمن اي واحد كوكا كولا اي واحد سبورت كولا. الاول كوكا كولا. زين والثاني سبورت. وجوابك للاسف غلط. بالعماله اعطيته دي اول. يمكن وايد احلى ما يتذكر طعم الكولا او شيء. جرب وايد حلو. مشكله ما يبي اقول لك المكان. وايد احلى وما في شيره وايد نفس هاي. جرب دي هاي تلصق. خلاص لحن مقتنع ان ذاك احلى. وايد والله العظيم وايد احلى. هني عندنا المايونيز. بتصب هني بس ليش مكتوب ميد وذ كيج فري ايجز؟ يعني انه مخلين الدياي يفتر بدون الاقفاص. كيج فري ايجز انا ايش ايش دخلني زين اذا الدياي البايض البيض حق المايونيز كان يفتر بحريه. شنو يعني المايونيز طعمه احلى ولا تسويق؟ المهم المهم ما علينا احنا ما علينا. هاي الاصلي اللي هو الدجاج الحر. ايه وني عندنا اللولو الدجاج المسجون. خلنا نشوف طعم السجون احلى ولا الحريه. وات شو الحار هذا الحين؟ شيء تشقه من فوق عشان يتبطل. انا شقيت الطبقه اللي فوقه اللي ما لها داعي تنشق. صار بس بلاستيك هني شفاف مارجنال بس يعني ستيل ما بعرف اي واحده بتعطيني اول. هذا اوكي بس المايونيز مالح. اوكي هاي طعم المايونيز خالي. يب هذا الثاني. هاي في طعم الحريه. لا بعد جاتني الملوحه والحموره. تبي مره ثانيه؟ لا 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 بس كفايه صراحه. اثنيناتهم نفس الطعم. طعم وايد مشابه. مايونيز يعني ايش تتوقع؟ ما ادري يا اخي ما ادري. بقول اول واحد هو
هو الحريه وثاني واحد بالسجون. اجابتك للاسف ومع كل احترامي لمشاهدينك صح. طعم الحريه يا جماعه واضح ان هاي دجاج حر وهاي مسجون مسكين ما له دخل. اثنيناتهم نفس الطعم بس خمعت والله. نفس الطعم. لا ما بذوق الصراحه. لا لا بذوق مايونيز خالي. الريال قاعد يرتجف. مايونيز خالي ما مو حلو. 2-0. عندنا هاي الشوكلتين يا جماعه المفروض بنفس النكهه. هاي المعروف وهاي المو معروف من تشيست توكس. سحلجك بخليك تاخذ هضمه. اوكي دقيقه هاي مارس. زين هاي مارس ما يبي له كلام. متاكد هاي مارس؟ لا اذا الثاني بعد مارس يمكن هو ذاك مارس. واحد اثنين اوه هاي ورد عود. خلنا نقيسه. اوكي 3 ملليمتر. العرض 5 ملليمتر. الله يلوع كبدك. الاول مارس بكل تاكيد. انزين نفسخ النظاره. فعندك نوعين مارس واحد منهم والثاني جناتي. اي واحد اي واحد عادي اشوف الشكله ذي. هاي مارس. هاي مارس. الثاني مارس لان حجمه اكبر. لا خش الاكل. المفروض كنت اخش الاكل بس يا زعم طيب انا وهلا. ترى انا جاوبت. انا جاوبت غلط صدق. فنعتبرها غلط ولا انا اقول احسبها لي غلط لان جاوبت ترى بكل ثقه. بكل ثقه قلت مارس الاول. اوكي فشوفوا الامانه يا جماعه. امين امين. عندنا ذي ما اعرف باي لغه كاتبين عليه. برورورو شراب فراولة حق الأطفال كذي. وهاي شراب الطفولة يعني فراولة معروف. كابريسون. صراحة ولا مرة يمكن دخلت هني دائما هاي مكان. إيه أتذكر أنا صغير مرة سويت كذي بعد. أحس هاي العنصر ترى. ترى لا إيه والله. دائرة بالمقلوب. المهم ما علينا. بس هاي المعروف هاي المو معروف. هذا أول واحد. لا عادي تصب المو معروف اول وانا عارف من الصوت ان هاي البرورورورورو. يا اخي لازم نسكر. ما له دخل. انت بتفر لك كوب ما اعرف اي واحد اول بتعطيني. سبوك شو سويت؟ Nothing man. Don't worry about it. سمعت صوت شيء انصب انا. لا وريحة فراولة قوية طلعت. ما صار شيء. اذا انكب وشي في كلينكس ورا ترى. من اللون وايد فرق. شباب شوفوا هذا. شوفوا هذا شلون. هذا صاير لونه عمي وهذا بعد شوي عمي. يعني شنو يعني لون عمي؟ بتعرف. عطني الكوبين. هذا اول كوب هذا ثاني كوب. مستحيل انا اخربط بينهم بس يلا. اوكي شكله لونهم واضح او شيء. زين. اي اي افتح وغمض عينك. زين انا مغمض حاليا ترى. يلا. حلو. نشوف فراولة اثنيناتهم لان هاي وين اللي هني اغلظ شوي بقول ان هاي كابريسان وهاي لان اخف شوي بقول هو رورورورورو. ثبت اوكي تعال شلتهم بعد. صار هني هني الله يسلمك. هذا كنت ببطله تبطل كامل. اجابتك للاسف بعد صح ما داعي. غلط صح. الغليظ هو برورورو صح والشفاف هو سيري كارسبيسان. مري وات هاي العمي. لا العمي ابيض لونه. وين فراوله بالموضوع؟ هاي شكلها عصير تفاح. لحد الحين 2-0 يا جماعه. يعني في مجال حق سبوكي وعشان اعطيه مجال زياده على امانته مساعه بعطيه شيء انا اتوقع انه هو من اسهل الاشياء الموجوده. الشيء اللي بعده المفروض يكون سهل لانه حلاوتين هريبو و يولو. يولو لينهم نفس النكهه. لينهم مفروض نفس النكهه بس انا عارف ان من الحين قاعد اشوف عارف ان واحد غير عن الثاني. واحد اتوقع بيكون لين واحد بيكون يمكن مر. ما اعرف شيء. ما اعرف نكهه هذه يا جماعه. هاي ريحته خايسه. زين والله ان هاي من اسهل الشيئين الموجودين. اوكي اتوقع واضح الفرق. هاي المعروف هاي لا. تفضل هاي اليد ذي اللي الثانيه يا ودي. اوه اوكي اوكي. انصقاع النكهه. انصقاع النكهه. الثاني اكتفاخ النكهه. فرق واضح ها؟ وايد. لا تقول لي ما تعرف اي واحد لاثلي اي واحد لا. رقم واحد هو الاصلي. واحد لاثلي والثاني الاصلي. ها؟ تقليد. زين اي واحد. حسيت انك غبي شوي. طبعا صح ما له داعي اقول ايه او لا. الاول هريبو. شوف شوف الفرق. هاي لين طري هاي يا
يابت خلينا نجرب طعمه. صح صح لو هاري ابو خبره انا فيه يعني انا وحمون شنو ذي؟ هو حلاوة جري تنأكل والله تنأكل بس لما تقارنها مع هريبو 10-0 مراحل مراحل مراحل. حركة السمكة صيد هني صيد هني السلام صيد هني وقط حق الثالث ايه اوكي. الشيء اللي بعده يا جماعة سخنا ماي هارت تبخروا لأن حاليا عندنا أنواع مختلفة من الشاي الأخضر. المفروض أنا أعرف نكهة، المفروض أشرب تقريبا شبه يوميا. طبعا الحين عندنا الشاي اللي معروف ولكن هذا الفانسي. شوفوا الانبوكسين يا جماعة. زين أنا باكر الانبوكس. ايش سويت؟ عبالي بيطلع شيء طوابير من الاصفاف المصففه تعرف اللي حداير وشي. طلعت شلت الغطا طلع في كيسه نفس الشيء طلع. في فرق يا جماعه في الشيسه، هاي شيسته غير عن هذه. يعني اني اشوف الشيسه هاي كانها حرير وايد حلوه وايد شفافه وجميله. يعني عندنا شيسه كانها يا جماعه ورق شفاف اللي ترسم فيه حصاد الفن. واحط لك شوي عشان اصير مركز. حركه الاغنيه الخيط عليك. لا لا حطها تحت كلش. هذا واحد اوكي وفوق الثاني فوق قدامه. ايوه فحين اجرب هذه اول واحد اللي صوب اليمين ونشوف ثاني واحد. منعنع منعنش طعمه ماي طعمه ماي ضعيف طعمه ذي. اوهو ما اعرف يا جماعه كل ما اشرب اكثر قاعد تخربط اكثر والله. ما انا هاي حسيت طعمه مو وايد قوي بقول هاي هو النوع الثاني وهاي هو الليبتون. اجابتك مع خالص تمنياتي لك بالتوفيق والنجاح. صح اوكي هلا اشربها كل يوم لانه تقريبا شبه يوميا. عندنا نوعين كوكيز يا جماعه، نوع معروف ونوع مورانو اسمه. مورانو خلنا نشوف ميدن وين دي مورانو. المورانو اسبانيول الهند حبيبي انديا اوكي. والثاني صنع في وين؟ في اسبانيا اوكي. الثاني صنع في اسبانيا مو مورانو. انا اليوهوي ضرب عليك انت ايام الجامعه فالمفروض تعرفه. شوفوهم يا جماعه تقريبا نفس الحجم وفي نفس الوقت المعروف هاي مو معروف. هاي اول واحد. واي don't you dare talk اوكي اوكي از توكينج. والنوع الثاني شكله متاكد يا جماعه شكله متاكد. You know what number 2 is the ahoy. اكيد اكيد كان لازم تجيبهم كلهم صح. كمان مان وللاسف اجابتك صح. يس المكسرات اثنيناتهم نفس النكهه مخلوطين بس هاي من شركة بيست معروفة نوعا ما. عندنا ذي من شركة مصانع الدل البحرينية للمواد الغذائية. ندعم الموارد البحرينية. واو هاي مو هاي مكسرات هاي مكسرات محشوة. اوكي لا تعطيني بستك. اي واحد اللي ينفتح جيل؟ اي اللي ينفتح بكسر اسناني. انا عارفك انت ما تلعب كذي، انت تلعب على الاصوات، انت كل شيء عندك معدل نجاح. صوت ريحه يا حبيبي جيب خلها اغلبك وخلاص. 1 2 انزين كاجو مره شنو كاجو مره شنو. نبتدي بالبيضان هني ايه ثنتين عدلين الحين الكاجو والكاجو. لحظه بحط شاي نودي الطعم نغسل حاجه اللون ونجرب ثاني كاجو الحين. توقعت وصلت الى شيء خشهم ولا ما له داعي تخشهم؟ اكيد بخشهم واحنا فايزين وانا اشرب شاي. حاب اقول لكم اول شيء قبل لا ننهي الحلقه قبل لا ارويكم ان انا فايز قبل لا اي شيء لا تنسون زر اللايك والاشتراك. باقي هذه باقي هذه يعني تسويها طرق علشان ابغى لو سويتها اربعه خلاص مالك امل. اربعه صرت اثنين اقول ان جهه اليسار هو البحريني جهه اليمين هو بيست. صدق والله في فرق يا جماعه صح لا ووو خبير المكسرات والتذوق موجود بجائزه يا اخي خذهم اثنيناتهم لك هاي احلى جائزه. وفي نفس الوقت اي شيء جربناه في حلقه اليوم تبيه تاخذه كجائزه فتشوفوا يعني صدق انا فس بس هو الفايز الاكبر استانس. المهم يا جماعه اتمنى عجبتكم الحلقه. اذا تبون حلقات اكثر من
في حلقات المتنوعه تقدرون تضغطون هني، واذا تبون تشوفون الحلقه اللي فاتت تضغطون فوق راس بوك اللي قاعد ياكل وين قناتي، ونشوفكم حلقه ثانيه. Don't worry about it. طيب 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 طيب